أعاد المسلسل الدرامي المغربي قضية العمر الذي يبث على القناة الأولى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية إلى الواجهة بعد أن حقق نجاحا منقطع النظير في وقت قياسي. المسلسل الذي تبثه القناة الأولى المغربية كل أربعاء على الساعة 10 ليلة حصدت حلقته الثالثة 4 ملايين مشاهدة، مما يعني أنه وصل إلى وجدان وقلوب المغاربة لكونه يعالج قصة اجتماعية ويعرف في طياته أحداثا مشوقة من خلال تناسل الأحداث وتشابه القضايا التي أتت متداخلة في حبكة درامية شيقة تجعل المشاهد المغربي المتعطش للدراما المغربية ينتظر من سينتصر، هل انتقام الصراعات أم الحب. يحكي المسلسل قضية العمر لمخرجه مراد خودي قصة آدم محامي موهوب يسخر حياته المهنية للدفاع عن حياة المظلومين، ويجد نفسه أمام قضية معقدة لسجين محكوم بالمؤبد قبل 32 عاما بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، في حين تجمعه علاقة حب قوية ومستحيلة في ذات الوقت بغيتا ابنة الرجل الغني ناصر البرهومي الذي كان سببا في توريط موكله السجين العربي في جريمة القتل. وعند بحثه المعمق في ملابسات الجريمة يكتشف المحامي آدم مجموعة من الأسرار الصادمة التي تتعلق بالقضية وبأشخاص مقربين لهم يد كبرى وطويلة في الجريمة، وتضعه في صراع نفسي ضاري وحرب مباشرة مع والد حبيبته الغنية غيتا، ويجد نفسه في محط اختيار بين تحقيق العدالة والانتصار لمبادئه وما يؤمن به وبين حبه ورغبات قلبه. يتقاسم البطولة المسلسل ثلاثة من الممثلين المغاربة من بينهم عدنان محجة ثم محمد خيي وامرين باكوش وهشار غريغع وحسناء طنطاوي ويحيى الفاندي واخر، علما ان السيناريو تكلف بكتابته كل من عدنان محجة ومراد الخوضي ويحيى الفاندي. ومن المنتظر ان يحصد مسلسل قضية العمر المزيد من نسب المشاهدة خصوصا في شهر رمضان المبارك بعدما اعلنت القناة الاولى استمرار بثه خلال الشهر المبارك. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.